شركة تأسست بالسويد عام 2005، وهي أول شركة بتختص بصناعة الكتاب الصوتي ونشر الكتب الصوتية على أجهزة الموبايل. من 2015 بلشت الشركة تتوسع عالميا، واليوم موجودين ب 17 دولة. بال 2018 أطلقنا الخدمة باللغة العربية، واليوم في عنا أكثر من 50,000 كتاب بالخدمة العربية باللغة العربية والإنجليزية. المشاركة الخامسة لبيت الحكمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مع النقلة الحضارية اللي حصلت للمعرض والمكان المجهز، احنا كمان شاركنا السنة دي بشكل مختلف. عندنا 5 أجنحة السنة دي في المعرض. الجناح الرئيسي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، عندنا جناح خاص بكتب الأطفال، جناح خاص بالكتب التعليمية الصينية، جناح الدولة الرسمي اللي احنا بنقدمه للصين. نقلة حضارية بلا شك. تغيير المكان طبعا هيسبب بعد مكاني، بس لو قررناها بأي معرض دولي للكتاب بيتعمل في العالم غالبا بيكون خارج الكتلة السكانية لقاعدة ثابتة، والمشاركة فيه عالية جدا، ومستوى التنظيم مستوى دولي تماما. احنا 550 عنوان تقريبا مترجمين من الصينية للعربية، أكثر من 200 عنوان في كتب الأطفال، وأكثر من 50 قاموس ومعجم صيني. عندنا أكثر من 7 ندوات جايبين وفد من الصينيين اللي بيشاركوا لأول مرة في المعرض، ودور نشر صينية وكتاب صينيين. فالمشاركة السنة دي مختلفة متنوعة في كل حاجة. شكل الجناح كمان زي ما انتوا شايفين بقى في إحساس انك في مكان جوه بكين، لأن ده نفس التراث بتاع الأزقة بتاع بكين. فاحنا المطلوب كله من المشاركة ان الناس تتعرف بشكل كويس على الثقافة الصينية، ان الصينيين اللي يجوا هنا كمان يقدروا يشوفوا الزخم المصري وحب المصريين للقراءة والزحمة اللي بتبقى موجودة في اكبر تظاهرة ثقافية موجودة في الشرق الاوسط. ففي اهتمام من الجانبين ان احنا نكون موجودين. السنة دي تتويج للخمس سنين اللي كانوا قبل كده. صراحة يعني رهيب، المكان هنا رائع وبصراحة احنا جينا بسهولة جدا، اوتوبيسات كانت مجانية، وهنا مكان بصراحة جميل يعني، كل حاجة متاحة، صلينا وكل حاجة متاحة بصراحة يعني ما شاء الله. وهنا الناس بتعامل بمنتهى الذوق والأدب بصراحة، مكان رائع. المعرض ده طبعا جميل، احسن معرض التاني بتاع صلاح سالم، والنظام حلو، في امان، في ناس كتيرة منتظمة، اقسام حلوة وكده يعني. انت مظبوط، المعرض ده احنا مستنيه كتير يعني. محمد ابو السعود، مكتبه جرير. احنا واخدين توكيل مكتبه جرير هنا في مصر، بننشر كتب التنميه البشريه بقالها حوالي 15 سنه دلوقتي في مصر. بنشارك كل سنه في معرض القاهره الدولي للكتاب. السنه دي طبعا المعرض بصفه عامه اتنقل، اول سنه اتنقل التجمع الخامس من مدينه نصر، والحمد لله يعني في اقبال ملحوظ عكس ما كنا متوقعين عشان تغيير مكان المعرض لاول سنه وكده، بس الحمد لله في اقبال من اول يوم. وتشرفنا طبعا بزياره الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح، افتتح المعرض وكده، كان اقبال طيب النهارده، والحمد لله يعني احنا في اخر اليوم شفنا في خلال الساعات اللي فاتت اقبال شديد، ومش اقبال سلبي، لا كان اقبال ايجابي، الناس جايه فعلا عشان تشتري. هبه الله عبد الرؤوف من صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي، انا متطوعه في الصندوق وبنفس الوقت برضو مدربه فيه. احنا بنحاول ان احنا نقدم للشباب بس فكره عن المخدرات، بنحاول ان احنا نقول لهم ان في ايه هي اضرار المخدرات، ان هم يبعدوا عن المخدرات، مثلا زي مثلا الفودو والستروكس اللي هو منتشر اكتر الفتره دي. وبنحاول ان احنا كمان نوصل للاطفال بصوره بسيطه اللي هم ان هم يبعدوا عن التدخين، ان هم ما يقعدوش جنب حد بيدخن، ما يجربوش اي حاجه غير لما يسالوا حد متخصص، حد وموثوق منه، انه منظم، تحس فيه نظام كده، والموجودين ما شاء الله بيقابلوا الناس كويس جدا، بمستوى النظافه عاليه، وده يعتبر من نعم، لا تنظيم جميل جدا، والنظافه من فوق روعه، اخر روعه يعني. وزاره الثقافه عامله شغل كتير، والقوات المسلحه والشرطه يعني. السنه اللي فاتت يعني طبعا، والمبنى مختلف تماما جدا عن المبنى ده، بس هي المشكله في بعد المسافه فقط لا غير.